تسعى الدولة بشكل مستمر لتعظيم الثروة السمكية وتنميتها، ما يعمل على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد تقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات، من بينها المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة، وهي واحدة من أكبر مزارع هيئة الثروة السمكية. ها هي بشائر الخير تتلألأ بالمزرعة السمكية ببحيرة المنزلة، والمعروفة بإنتاجها أجود أنواع الأسماك في مصر. المزرعة التي تعتبر واحدة من أكبر المزارع التابعة لهيئة الثروة السمكية تأتي ضمن مجمع سمكي به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف، إضافة إلى مفرخ سمكي ومركز تدريب. المزرعة دي على مساحة 1000 فدان في زمام مدينة المنزلة، محافظة الدقهلية، إحدى المزارع اللي قامت الدولة المصرية في الثمانينات بإنشائها علشان تكون قاطرة لقطاع الزراعة السمكي في مصر. المزرعة دي ملحق بها مصنع علف، ملحق بها مفرخ سمكي، علشان يبقى إحنا الدايرة بتاعتنا مقفولة ونقدر إن إحنا نسيطر على العملية الإنتاجية اللي موجودة عندنا في المزرعة. جهود الجهاز لتنمية الثروة السمكية بيتمثل في توفير سبل الإنتاج للمستزرع الأسماك عندنا في القطاع، سواء الصيد الحر أو الصيد اللي هو المستزرع الإنتاج السمكي. طبعا ده ليه تيسيرات وده ليه تيسيرات. قطاع الاستزراع طبعا بيوفر له الزريعة، بوفر له العلف، بوفر له الأجهزة اللي هي بتمنع الأمراض أو بتعالج الأمراض عنده. وتزيد مساحة المزرعة عن 1000 فدان، وتم تقسيمها إلى أحواض. مساحة الحوض تتراوح من فدان إلى 12 فدان. الأسماك الأول بتحتاج يعني أعماق قليلة، اللي الوقت بقى فيها أعماق بتقدر زي ما أدى لزيادة الإنتاجية. ومع طبعا منطقة الجنوب منطقة مياه شروب من البحر المصرف الزراعي، مع المنطقة المياه الجاية من منطقة المثلث المتصل بالبحر المتوسط، فطبعا أعمال التكريك دي لا حسنت ورفعت من إنتاجية حتى المزارع السمكية ومناطق الصيد الحر. وتنتج المزرعة كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك التي يجرى نقلها بعد ذلك إلى أماكن الفرز والتصنيف، قبل أن تحدد هيئة الثروة السمكية الأسعار في مزاد حسب التكلفة الفعلية للأسماك.